بهذه المناسبة العزيز والغالي على قلوبنا عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية بالخير. نفتخر ونعتز أن نكون بين إخواننا وزملائنا القيادات العسكرية والمدنية في مدينة سيئون في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، القيادة التي لا نقول تعرف حرف سفيان ولا تعرف صعدة ولا تعرف كذا، ولكن نقول صعدة وحرف سفيان وعمران والحديدة ومارب تعرفها، قيادة وطنية، قيادة تدريبية، قيادة عسكرية من الطراز الأول، قيادة الأخ اللواء الركن صالح طيمس، رجل الوحدة، رجل الثبات، رجل المواقف، رجل العزة، رجل الوطنية، الرجل العسكري من الطراز الأول، وهو غني عن التعريف. وجينا إلى هذه الأماكن نزور إخواننا وأبنائنا وزملائنا، زملاء الدرب، زملاء السلاح، ونزور القيادات المدنية والسلطة المحلية التي هي السند الأول بعد الله سبحانه وتعالى للجيش الوطني. أتينا إلى هذا المكان للمعايدة، للسلام، للتحية، لرفع المعنوية، ليس لهم ولكن لأنفسنا، نرفع معنوياتنا من هؤلاء الرجال والأبطال الذين يسكنون بطون الوديان ورؤوس القمم في الجبال وفي الصحاري، ساهرين على خدمة الوطن والمواطنين. ننقل لكم تحيات الأخوة القيادة السياسية، الأخ رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة و